طبعا بهالاسباب بدي رحب بعد ما رجعنا من الفاصل بدي رحب بالكابتن زياد شعبه مدرب فريق جبله، وبدي اشكي لكم عليه للكابتن زياد. متفق انا وياه على الاتصال ام نسيان؟ هلا اتصل فيني بالبريك وقال لي كنت نسيان الاتصال. يلا ماشي الحال، كيفك كابتن زياد؟ انا عم بزود تحياتي لك، تحياتي لكل المستمعين. لا ما انا كنا لاني بالتمرين، انا تركت هلا عطلت التمرين كرمالك. ها والله الله يعطيك الف عافيه، شكرا كثير لك. اليوم شكل المقابل المادي كويس يعني عطل التمرين. طيب ماشي الحال ماشي الحال. كابتن زياد اليوم هم كل الانديه يمكن، وهلا وقت بده يحكي الكابتن زياد هو عم يحكي باسم ال14 مدرب الموجودين بالدوري السوري الممتاز لكره القدم، معرفه متى سيكون استئناف الدوري السوري وقديش هذا الموضوع عم يسبب لكم ارباك انتو كمدربين، وقديش عم يسبب حالة تململ عند اللاعبين، عدم الوضوح في روزنامة الدوري. وانت هلأ اللعبة القادمة بتعرف مع مين حتلعب؟ لهلأ ما بنعرف، نحن محامين نلعب، ولهلأ ما بنعرف ايمت بدنا نلعب. يعني شي بيقولوا لك ب11 الشهر بدنا نلعب، وشي بيقولوا لك هلأ بعد هلأ من شوي قالوا لا 14 شهر رح نلعب. يعني القصة صايرة يعني انا اسف على الكلمه كثير، بس عن جد صار في نوع من يعني اسف كثير على الكلمه قرف. يعني عرفنا نحن كمدربين خمس شهور مازن انت لعبان من مباريات، يعني لاعبك ما بقى متحملك، لا انت متحمل لاعبك ولا بتعرف الرز. يعني اليوم انت اذا بتقلي خيو انا بهالسنه بدي لاعبك بس ست مباريات، اوكي هيك تمام. اما والله تيجي تقلي كل يومين ثلاثه تطلع لي بقرار شكل، والله العظيم اقسم بالله دوري احياء شعبيه بتنظم احسن من هذا الدوري. القصه معنا صعبه تماما. ايه القصه معنا صعبه، القصه معنا صعبه انك تنظمها. خلص يا اخي شوفوا رزنامه المنتخب وبناء عليه اعملوا لنا هيك. اما والله اليوم غامبيا زيمبابوي مدري مين اعتذرت الجزائر بدنا نلعب درجة. طيب ما هيك القصة بتصير. اليوم نحن إذا بنكون أحياء شعبية إيه حقكم تعملوا هيك، تقعدوا تشربوا كاسة شاي، والله أجل لي هاللعبة اليوم، أجل لي هالمرحلة، أجل لي هاللعبة هون، الملعب ما نجاهز. طيب يا أخي ليش ما بتقعدوا وبتضبطوا كل هذه الأمور؟ اللي صار عبء على الأندية، عبء على رؤساء الأندية، عبء على المدربين. نحن يعني المدربين نحن خمس شهور أنت لعبت من مباراة تسع مباريات بالإضافة للعبة الكاس، ما هو منطق ابدا هذا. حتى يعني اليوم حتى اليوم الفتره التحضيريه انه انت كيف بدك تدرب، كيف بدك تمشي برنامجك، يمكن حتى هذا الموضوع عم يتاثر. لك هاي الفكره يعني يعني انت اليوم اذا بيقولوا لك اخي اللعبه ب 11 الشهر غير وقت اللي بيقولوا لك اللعبه ب 20 الشهر، يعني انت ب 20 الشهر اذا اللعبه اخي انا بعطي اجازه يومين ثلاثه روحوا. اما 14 شهر او 11 شهر بدك تعرف شو بدك تحضر للمباراه، غير اذا هن ما انهم معتبريننا ومفكرين ان احنا هيك بس بنوقف بنمسك صفيره ويلا ارقدوا ورا هالطابه. الفكره ما انا هيك ابدا يا جماعه، عيب اللي عم يصير عيب. وانا برايي خلص الغول الدوري، ليش عم تلعبوا دوري انتو؟ يعني ليش عم تلعبوا دوري؟ يا اما الغول يا اما عمول تجمع خلال شهر، خلص الدوري وروح فضال الملاعب وفضال المنتخب. ما هو منطق ابدا اللي عم يصير. يعني اللي عم يجي يعني عم يكون في حدا عم نحكي عليه، اللي عم يجي بعده عم يكون أسوأ من اللي قبله. ما منطق هذا ابدا. شفنا اليوم الحواريه اللي صارت بينك وبين الكابتن وائل عقيل على صفحتك الشخصيه على الفيسبوك، لانه يعني هو باليوم رئيس لجنه الاشراف على الدوري. من خلال حوارك مع المسؤولين ان كان باللجنه المؤقته ولا ان كان مع الكابتن وائل، شو الاجوبه اللي عم تاخذوها؟ هلا انا بالنسبه لي وائل اخ وصديق وما في اي خلاف بيني وبينه، بس انا اليوم بالعمل انت كعمل انت اليوم يا كابتن وائل اجيت لهون احنا تملنا فيك خير، لانه انا وانت كنا نقعد ننتقد السابقين. طيب نحن ما شفنا منك شيء جديد، وانا قلت له هذا الحكي للكابتن وائل، ما شفنا شيء جديد، ما شفنا شيء تنظم جديد. يعني هالعشوائيه هيدا بحتنا دبا ما منطق، ما حدا عم يحس فيك انت كمدرب، ما حدا عم يحس فيك الضغط اللي انت عايشه مع لعيبتك، انت عم تتعامل مع 25 لاعب، كل واحد نفسيته شكل، وخمس شهور ما في ما في حافز مازن، ما في حافز، ما في حافز اولا، ثانيا ما بتعرف ايمت بدك تلعب. يعني هلا انا جاي كنت اليوم على التمرين على اساس 11 الشهر في دوري، صحيح بتفاجئ انه لا 14 الشهر. طيب على اي اساس يعني اليوم انتم كموظفين اتحاد ليش تسربوا هالاخبار لبرا؟ يعني انا موظف الاتحاد بيجي بيقول لك ليك والله في 11 الشهر مباراه و14 مباراة و18 مباراة، عرفت كيف؟ هي مو موظفين، يعني رئيس اللجنة المؤقتة هو اللي طلع امبارح حكى بتصريح تلفزيوني انه هيك حيكون الروزنامة او هيك حيكون المباراة. انا برايي خلص يعني نحن نحن بالنهاية نحن ما عم نلعب كرة قدم، يعني نحن هيدي شيء بيشبه كرة القدم، اكيد ما بنتقارن باي دولة باي دولة من دول العالم، بس يا اخي خلص الغي هالدوري، ايمتى بدك تخلصوا هالدوري انت؟ الذهاب لسه ما خلص معك، بدك تلعب مرحلتين هلا وترجع توقف. الذهاب ما خلص معك، إيه بدك تخلص ليادك؟ لعبنا كل ثلاث ايام مباراه، نحن عندي هون ونحن لاعبين قادرين نلعب بالاسبوع مباراتين وثلاثه، نحن بنتغذى مثل مصر، مرق لك مثل اوروبا،
مثل مصر ولا مثل السعودية. نحن متغزة ونحن عنا نظام صحي وعنا رواتب للاعبين وللمدربين مثل السعودية ومثل قطر ومثل مصر. انت قادرين نلعب ثلاث مباريات بالأسبوع. انت كان في عندك رأي بهذا الموضوع انه اخي خلينا نعمل نرجع لنظام التجمع وننهي الدوري خلال شهر او شهرين. اي عاقل بظل هيدي الظروف هيك بيعمل. يا اخي انتوا اقعدوا درسوا على القصة اخي. اول 7 فرق، اول 8 فرق، اول 4 فرق، اللي هو جيبوا رؤساء الانديه، جيبوا مدربين الانديه، اجتمعوا معهم، طلعوا بصيغه معينه، خلال شهر ونص خلص لي هالدوري ويلا روحوا على المنتخب يا اخي، وروحوا فضول للملاعب. والله قبل 48 ساعه بيجي بيأجل لك لعبه. شو هالمنطق هذا؟ لا والله بالدوري اللي كنا نعمله بالضيع، نحن كان نعمل دوري ضيع كنت نظمه احسن من هيك. والله كان يتنظم احسن من هيك. ما حدا حاسس بحدا. صحيح والله 100%. كل كلمة عم تحكيها 100% صح. ايه ما بدك تخلص هلا سؤال، ايه ما بدك تخلص الدوري؟ والله غير رب العالمين، ما حدا بيعرف غير رب العالمين. انت بدك تخلص من الدوري على الشهر الخامس؟ مستحيل يعني بظل الطريقه اللي ماشيين فيها مستحيل يخلص على الشهر الخامس. اذا بتلعب يوم ايه يوم لا مباراه، يوم ايه يوم لا، ايه هيك ممكن بيخلص معك بالشهر الثالث، بيخلص معك اذا لعبت يوم ايه يوم لا. عيب، ما له منطق هذا اللي عم يصير، وما في اي احترام. اولا ثانيا في شغله مهمه كثير مازن، انه الصح معروف انك تشتغل لحتى ترضي الكل، وتشتغل المنطق سهل كثير ها، بس ليش ما عم يعملوا غير رب العالمين ما بيعرف. ما في اسهل منها. تعالوا يا عمي من هون للشهر الثالث ما في عندكم الا مباراتين بهالتاريخ المعين، خلاص تمام انا هيك عرفت، ما في الا لعبتين. اما والله تيجي اليوم تقول لي في لعبتين، بعد 3 ايام تكون قاعد شدت لي لا بدي اعمل لك 4. شو هالمسخره هيدي؟ خلاص الغول الدوري يا اخي الغو. انا باسف واسف جدا، لانه الاغلب مدربين الانديه، ملك اللي انتبه، اغلب مدربين الانديه هذا الحكي جواتهم بس قاعدين وساكتين. بشو متاملين ما بعرف، يعني شو متاملين بهالسكوت هذا ما بعرف. انا لما عم احكي هيك عم احكي حق ومنطق، وما بخاف الا من رب العالمين. هذا حكي صح، هذا حكي منطق. اللي بده يحقد علي او اللي بده يقول لي انا حاربته او انا حكيت لي، انا ما حكيت لك، لا انا حكيت المنطق. مين ما كان رئيس اتحاد او رئيس لجنه مؤقته بدي احكي لهذا الحكي. انت بتعرف كابتن زياد انه اليوم صراحتك وخلينا نقول قولك للحقيقه افقدك فرص تدريبيه كثير على صعيد الانديه وعلى صعيد المنتخبات. مازن بالناقص من اي فرصه بدها تجيني من وراء تمسيح جوخ، بالناقص من اي فرصه بدها تجيني من تمسيح جوخ. انا زلمي عم احكي حق، بس كون مراوغ وعم احكي باطل او عم احكي شيء غير منطقي تعوا حاسبوني. انا عم احكي بلسانهم كلهم، وهلا الكل اللي عم يسمعوا هلا، اي مدرب نادي عم يسمع بده يشيل التليفون اللي بعد ما سكر. انا والله يا عمي حكيت مظبوط. طيب انت ليش ما بتطلع بتحكي؟ انت ليش ما بتطلع بتحكي عشو؟ يعني الخوف من شو لما بدك؟ يعني الحقيقه ما بتخوف يا مازن. صحيح. الحقيقه ما بتخوف، والصح ما بيخوف، والمنطق ما بيخوف، وما لنا خايفين على شيء، وما بدي اي فرصه تجيني من وراء مراوغه او من وراء سكوتي. بدي تشكرك جزيل الشكر، ما حطول عليك اكثر لانه انت عندك تدريب واللاعبين ناطرينك. يعطيك الف عافيه. حول المصاري بالقدموش. يلا ماشي الحال، ماشي الحال. اهلين بالكابتن، تحياتي لك، شكرا جزيلا.